المئات من طلاب وطالبات مدارس وكالة الغوث في غزة حملوا مخاوفهم وأحلامهم وتساؤلاتهم القلقة حول مصير افتتاح مدارس الوكالة في غزة، وخرجوا في سلسلة بشرية طلابية دعا لها المجلس الأعلى لأولياء الأمور واللجان الشعبية للاجئين لمطالبة الوكالة الأممية بعدم تأجيل العام الدراسي وافتتاح المدارس في موعدها حفاظا على مستقبل طلاب القطاع. احنا كنا نأمل ومتفائلين كتير رح يبدأوا يتم إعلان بدء العام الدراسي في موعده، ولكن للأسف هذه مشكلة وأزمات عادت علينا كتير، وكمان حقوقنا رح ترجع لنا، وحضرنا نعتصم لحد ما حقوقنا ترجع لنا. كلنا موحدون تحت شعار واحد، وهو حقنا في التعليم والاحترام لا تقدر بثمن. أولياء أمور الطلبة في مدارس وكالة الغوث بغزة، والذين تقدر أعدادهم بنحو ربع مليون طالب داخل القطاع، شاركوا إلى جانب أبنائهم في هذه الفعالية وعبروا عن خشيتهم من تأجيل العام الدراسي وتأثير ذلك على ضياع مستقبل أبنائهم التعليمي. من حق أبنائنا أن يتعلموا كأبناء شعوب العالم، ونطالب بعدم تأجيل الدراسة لأن أبنائنا ليس لهم بديل إلا المدارس. ويأتي هذا الحراك الطلابي في وقت من المقرر أن يعلن فيه مدير عمليات الوكالة في غزة ماتياس شمالي عن مصير العام الدراسي لهذا العام، بالتزامن مع استمرار نزاع العمل بين إدارة الوكالة والموظفين الذين يواصلون اعتصامهم داخل مقر الوكالة مهددين بإضراب عام في حال فشل الحوارات مع إدارة الوكالة. نخشى أن نضطر إلى إعلان الإضراب المفتوح بما فيه تعطيل لكل المؤسسة وبما فيه فقدان اللاجئين للخدمات، وليتحمل الجميع حكومة غزة، حكومة رام الله، الدول المضيفة، الدول المانحة مسؤولية ما سيحدث من غزة. تهديدات تتزامن مع مطالب إسرائيلية من الولايات المتحدة بعدم تخفيض ميزانية وكالة الغوث في غزة خشية من تدهور الأوضاع الميدانية في الوقت الذي يجري فيه التباحث حول التهدئة في القاهرة. صلابة الموقف الفلسطيني في غزة المدافع عن حقوق اللاجئين إضافة للمباحثات التي تجري في القاهرة حول التهدئة في القطاع قد تقود لحل عاجل لأزمة الوكالة في غزة على أقل تقدير، ارتباطا بمسار الجهود الأمنية والسياسية التي يجري بحثها بين مصر والأمم المتحدة من جهة، وبين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من جهة أخرى. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.